يعد مشروع توشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للإقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية وازداد حجم الاستصلاح بمشروع توشكا بمعدل مئة ألف فدان سنويا حيث يستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني بتاع خدت اللي تاع تمن سنين في مصر شغال وكده بقيت أروح وأجي بس الشغلانة دي جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بقت تمشي معانا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكل ما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية و... والدنيا بتبقى معانا تمام الفرق بين بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث ورقات من دولة شوف الفرق يعني ب... كانت ثلاث ورقات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو ثاني ثاني طرح ليها دي. فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز بنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز ثاني في المخازن أنا ببلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش ان تجيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والارض دي ارض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد الى النور بما يقرب من 500 الف فدان من المنتجات الزراعيه مثل التمور المصريه والعربيه التي يصل عدد اصنافها الى 40 صنفا مختلف بالاضافه للمحاصيل الاستراتيجيه كالقمح وقصب السكر فضلاً عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والاوستن والكنت الاصناف دي بتمتاز ان هي عندنا في ارض توشكا بتيجي في ميعاد مبكر فبالنسبه لنا احنا ما التسويق بتاعها بيكون احسن ان شاء الله تعالى متوقعين ان احنا في السنين اللي جايه هنزيد من المساحه المزروعه دي سواء في النخل او داخل الصوب الانتاجيه المتوقعه للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 ل 8 طن بمواصفات ثمره ممتازه للتصدير او للتسويق المحلي اللي خمس سنين يا فندم هنا فالليمون ده شغالين فيه اللي هو الليمون ده انا الليمون اللي هو عامل شاشه الشجر في الارض وبحطه في برانيك جوه على المفرش وباقي مجفف ولا يكتمل العمل بدون رقابه صحيه زراعيه بالاضافه لاستخدام احدث الوسائل التكنولوجيه والرقميه للرعايه للخروج بافضل النتائج ولضمان الاستغلال الامثل للموارد يقوم احد الباحثين بزياره ميدانيه كل شهر للتعرف على حاله المزرعه واعطاء التوصيات اللازمه كل حسب تخصصه. تحت توجيهات السيد الرئيس ان احنا نحول المنظومه كل المنظومات الورقيه لمنظومات الكترونيه تحول رقمي، انا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع عليه ميه اي حاجه احنا دلوقتي احنا في مزرعه ممكن الورقه تضيع تتقطع انما دلوقتي كل البيانات اللي انا محتاجها موجوده معايا هنا على الابلكيشن بتاع المزرعه، انا دلوقتي اي عمليه تمت طبعا بتسجلها على السيستم طبعا كله بيتقري على الكيو ار كود اللي انا معايا الكيو ار كود زي الري تسميد رش لا الله حصل اي امراض ولم يكن مشروع تشكا ليقوم من جديد لولا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الارض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياه مياه تجري وتسير داخل ترع جديده مبطنه بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمبات للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحله الثالثه من مشروع تنميه جنوب, جنوب الوادي احنا دي المرحله الثالثه بتهدف لاستصلاح 100 الف فدان احنا قائمين باعمال البنيه التحتيه وتوصيل المياه لهذه ال الف فدان دي ثالث مرحلة فيها قمنا قبل كده بتسليم ميتين الف فدان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وهم مزروعين فعلا وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستية كنقل وخامات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرسانه موجوده في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع مواسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبه للعماله او المنبار اللي موجود في الموقع المنطقه طبعا منطقه نائيه ومفيش فابتدينا كتوجه شركه ان احنا نجيب عمالة من الصعيد أو من أسوان مدينة أبو سمبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي وازدادت نسبة الإصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 ألف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والأساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة إلى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من آثار اقتصادية وديمغرافية واجتماعية مجهودات إحياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح أفاق تصديرية جديدة كريم بيبرس التلفزيون المصري